يعطيك صحة دايما. الله يبارك في حياتك واعتبرني يا سيدي موهوب أو تلميذ الفن العربي. أنا أتشرف أني أنا اليوم وأقف على هالمسرح الجميل وأقابل هالجمهور الراقي. الكويت دائما أبوابها مفتوحة للجميع، وأنا سعيد أني اليوم أمثل كل شبر إماراتي في الكويت ومثل كل شبر كويتي في الإمارات. سعيد بهالتواجد وسعيد بهالحضور وسعيد بهاللمة الطيبة. وشو حلو أنه فيروز كانت سفيرتنا موجودة الليلة، وشفنا جمهور الكويتي عم بيغني على نسم علينا الهوى. ما في شك لبنان مكانها كبير كثير في قلبي، ويعني مثل ما دائما بقول بحب لبنان لا تخلص الدنيا، مثل ما بيقولوا يعني. ان شاء الله قريبا في لبنان، وان شاء الله قريبا حفلاتنا في لبنان باذن الله نتمنى، وان شاء الله تكون بشرة خير ونلتقي اخواننا وحبايبنا. وما يخص كسفير والاعمال الانسانيه، كان في زياره من فتره بسيطه الان سيعلن عنها ان شاء الله، وباذن الله في زياره مع الهلال الاحمر الاماراتي كذلك للاجئين والنازحين.